يا بدر. هذا ما تبقى من ابنها. تقبل والدة الشاب المغربي يوسف المخطوف في ميانمار قميصه بغرفته والدموع تملأ عينيها. رابحة لم يهدأ قلبها منذ سماعها بالخبر المفجع، واسم ابنها لم يغب لحظة لا عن دعواتها ولا صلواتها. يوسف مشى ضاع ليا، أرى ما نسمح للدنيا ولا خيرة اللي دار سباب. دابا تنطلب لسيدنا الله ينصره وتنطلب للسلطات يدير التاويل باش يرجع يا ولدي. ولدي تعذب بزاف، تعذب بزاف. هانتوما شفتوها في الفيديو، راه شتكى عليكم، راه طلب لصحابه، طلب العيالات، وطلب للجار، عاونيني يا ربي. يوسف واحد من أكثر من 100 مغربي عالقين في ميانمار، بعدما تعرض شباب وفتيات تتراوح أعمارهم بين 19 عاماً و 27 للاحتجاز في مجمعات سكنية من قبل ميليشيات مسلحة استدرجتهم بإقناعهم بفرص عمل وهمية في مجال التجارة الإلكترونية بأجور مرتفعة. وبقلق تتابع عائلته الأخبار الشحيحة عن وضع المختطفين هناك. تلقى بواحد السيد اللي غرر به، اللي لقاه ساداج كما قلت، قال لي راه انت دابا سياحة وعمل، علاش ما تضربش عصفورين بحجر واحد، سير لتايلاند فيها ما يتشاف، وفي نفس الوقت غتخدم بواحد يعني بواحد الأجر اللي هو مرتفع. انا صراحة الله فاش قالها لي ما ارتاحيتش، لكن العائلة المحيطة بينا حتى واحد ما صدقنا لي. حد الان الأغلبية تيقول راكم غير كاذبين، غير باغين تجمعوا الفلوس، غير باغين تديروا الشهرة. وفيما تواصل السلطات المغربية بعد فتحها تحقيقاً رسمياً بالحادثة مساعيها بحذر لإنقاذ المختطفين دون تعريضهم لهجمات انتقامية من خاطفيهم، عاد مغربيان اثنان من هناك بعد دفعهما الفدية، فيما لا يزال يوسف وآخرون في جحيم ميانمار.